السلام عليكم اخواتي واخواتي، مرحبا بكم. اليوم عندنا تصميم جديد لمساحة 140 متر كاري، واجهة واحدة أمامية. الطابق الأرضي عبارة عن محلات تجارية، والطابق الأول والثاني والثالث هما عبارة عن محلات سكنية. صاحب الطلب طلب أن كل طابق يكون فيه شقة واحدة مستقلة، كل شقة تتكون من عدة أجزاء أساسية: صالون، مجلس ضيوف، سيجور، مجلس عائلة أو قاعة جلوس، 3 غرف نوم، مطبخ، وحمام خاص بالضيوف، وحمام خاص بالعائلة. غادي نشوفوا الشرح جميع. إذا على بركة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. غادي نبدأ الشرح التصميم. القطعة الأرضية اللي معنا اليوم هي عبارة عن قطعة المساحة ديالها 140 متر كاري، الواجهة ب10 متر، في العمق 14 متر. صاحب الطلب كان طلب ديالو أن يكون 2 محلات، المحل الأول اللي المساحة ديالو 14 أو القياس ديالو 13.70 على 3.70 زائد منطقة ديال المرحاض الخاصة بهذا المحل زائد منطقة التهوية. ثم لدينا أيضا المحل الثاني للعرض ديالو 4.56 متر على طول 13.70 متر، اللي به أيضا مرحاض خاص به للقياس ديالو 1.23 متر على 2.70 متر. كما لدينا هاد المساحة هذه للقياس ديالها 5.66 متر. لدينا أيضا هنا المدخل ديال الطوابق العلوية للقياس ديالو 1.12 متر، والعمق ديال هاد الدرج هذا او السلالم اللي هو 6.81 متر. لدينا هاد المنطقة هذه تتكون فوق المحلات التجارية، مي تتكون في العلو عالي جدا، اذا ما تتأثرش او لما تتزعش هاد المحلات التجارية. غادي ندوزو الطابق الاول والطابق الثاني والثالث اللي غيكونوا متشابهين، لان صاحب الطلب بغاهم ان كل طابق فيه شقة واحدة مستقلة. عندنا هنا نقطة الوصول، ثم هنا نقطة الانطلاق الى الطابق الثاني. كما نرى صاحب الطلب ان بغى كل شقة مستقلة عن الاخرى، فلذلك رأينا ان نخلي كل طابق به شقة واحدة. عندنا في هذه القطعة شرطين أساسيين. الشرط الأول هو البروز بمتر واحد، ثم الفناء ب3 متر على 4 متر. هذو هما الشرطين الأساسيين. التصميم كان عبارة عن تقسيم المكان إلى قسمين: قسم خاص بالضيوف والمعيشة، ثم قسم خاص بالغرف. كما نرى فهنا دائما كما أقول في الشروحات ديالي، يجب فصل الصالونات عن منطقة الغرف. كما نرى هنا الصالون مقابله السيجور ثم المطبخ، فهذه كلها منطقة خدمات خاصة بالضيوف، هذه تسمى منطقة الضيوف، ثم هذه منطقة الغرف. سوف نرى الآن بالقياسات. كما نرى هنا منطقة الوصول، ثم لدينا المدخل، فبيت السلم أو السلالم أو الدرج القياسات ديالو 2.85 متر على 2.70 متر. المدخل
ثم لدينا الصالون الأول أو لا البهو، القياس ديالو 4 متر و60 على 3 متر. ثم لدينا السيجور أو لا مجلس العائلة أو لا قاعة الجلوس. ثم الصالون مجلس الضيوف، مجلس الضيوف القياس ديالو 4 متر و66 على 3 متر و70 بنافذة تطل على الواجهة الأمامية. ثم لدينا هنا السيجور القياس ديالو 3 متر على 3 متر و76 وهو مفتوح أيضا بحائط صغير على الصالون أو القاعة أو مجلس الضيوف. كما لدينا هنا المرحاض الخاص بالضيوف. ثم لدينا هنا المطبخ القياس 4 متر و66 على 2 متر و74. لدينا أيضا الغرفة الأولى، المساحة 7 متر على 3 متر و80، فهي مساحة معقولة، بها حمام خاص القياس 1.33 على عمق 2.19 متر. هنا مكان للدريسينج وهنا مكان السرير، بها نافذة تطل على الفناء. ثم لدينا الغرفة الثانية، المساحة 3.87 متر على 3.44 متر، بها نافذتين من أجل الإضاءة والتهوية. كما لدينا أيضا الغرفة الثالثة، المساحة أو القياس 5.39 متر على 2.75 متر، هذه منطقة التي كما رأينا قبل يكون بها السرير. ثم هذه المنطقة يكون بها مكتب أو أريكة أو شيء من هذا، من أجل الاستغلال لأنه لدينا فناء واحد من أجل التهوية، وضروري أن يكون لها اتصال بالفناء، فلذلك رأينا أن نعمل هذا التصميم بهذا الشكل. كان هذا كل شيء، نتمنى أن ينال إعجابكم هذا التصميم. شكرا على المتابعة.